وأنا أرى أنه من الجائز أن يكون هذا الرجل حسن النية في الطرح، فقال إلى عثمان، لأن عثمان جاء معه على حرف واحد، لكن الشيخ رحمه الله كان متحفزا، وأنا أؤيد هذا التحفز. لماذا؟ لأننا نقرأ لعدو لا لصديق، فلا بد أن نقف مع الكلمات التي تخرج من الأعداء، وألا نتعامل معها كما نتعامل مع الكلمات التي تخرج من الأصدقاء. فهمتوا شباب؟ طيب، الآن هو يقول: لم يقم عثمان إلا بنشر المخطوط المجموع في عهد أبي بكر، ولقد رأينا أيضا كيفية أن هذا الأصل ذاته لم يكن إلا التدوين الكامل حسب الترتيب الذي كان في العرضة الأخيرة على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في النهاية هذا المجموع ليس لعثمان، إنما لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا التصحيح الأول. اتفقنا يا شباب؟ ها؟ ما الذي يريده الشيخ؟ تصحيح ماذا؟ أن الموجود ليس منسوبا لعثمان، إنما منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القاعدة، فهمتوا شباب؟ ولذلك أنت لابد أن تقرأ بعناية. يقول: وأما الزيادة ففي التأكيد بأن النسخ المتداولة رغم أنها تكرار لخطي لبعضها البعض لا تتضمن أي اختلاف في القراءة، ويعلم عكس ذلك تماما، ويعلم عكس ذلك تماما كل من له إلمام بالنص القرآني العربي، فإن الحروف الكبيرة الطويلة كانت تكتب، والقصيرة كانت تحذف، وتتطابق وتختلف من كتاب وكتاب، لكن كان التذوق كما فعلت بالأمس في درس التجويد، أظن أنني كتبت لكم أنتم ها تعملون جيدا وحذفت النقط، فهمت شباب؟ فهو يقول التذوق واللسان كان يدرك سياقات الكلمات، وأن الكلمات كانت تخص في بعض المصاحف. أيضا هو مختلف مع ذلك، يقول: المصاحف كتبت باختلاف القراءات وليس بتوجه واحد في توجه في قراءة أو حرف أو في قراءة واحدة. ثم نظر الشيخ إلى مبحث آخر وقال: منشأ القراءات المختلفة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والقراءات السبعة. أنتم تعلمون أن الحديث الأمة في هذه المسألة حديث عمر وهشام ابن حكيم ابن حزام، لما قرأ بسورة الفرقان فاجتذبه عمر، يعني كاد أن يجتذبه في الصلاة، لكن لما انتهت الصلاة اجتذبه عمر وأمسك بتلابيبه هكذا، قال: يا رجل، من أقرأك هذا؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل لو أن هذا الأمر حدث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من لطف الله تعالى بالأمة ومن رحمته سبحانه وتعالى بنا، أن القراءات كانت متداولة بين المسلمين وماذا وقت حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء عمر إلى النبي قال: يا رسول الله، هذا يقرأ بغير ما أقرأتني. قال: أرسله يا عمر. أرسله، ما معنى أرسله؟ أنه قد قبض عليه بإحكام ولم أرسله، اتركه، فتركه، قال: أقرأ. فقرأ، قال: هكذا أنزلت، هكذا أنزلت، إن القرآن نزل على سبعة أحرف. فهمت شباب؟ فهنا يقول: هذه القراءات المتعددة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقر بأن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف. هل المراد بقى السبعة الحقيقة؟ هذه مسائل ستتعرضون لها في مباحث إن شاء الله علوم القرآن الكريم. لكن السؤال هو يقول: هل ألغى عثمان جميع القراءات؟ هل كان عثمان أكثر تشددا من النبي صلى الله عليه وسلم فمنع ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرسله يا عمر، فأرسله عمر فقرأ، وقال: هكذا أنزلت وهكذا أنزلت. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أبدى مرونة في الاستماع إلى النصوص المتعددة من تلاوات القرآن الكريم. هل كان عثمان لا يقبل بمثل هذا؟ الشيخ يقول: هل كان عثمان أكثر تشددا؟ أبدا لا نعتقد ذلك، فلم يكن عثمان يقصد كما يعتقد إلى إلغاء كل اختلاف في القراءات، بل كان مصحفه يتكون من هيكل كلمات تقبل القراءات الأخرى. الرسم الاحتمالي أنه يرسم لك الكلمة تحتمل قراءات أخرى، ولذلك الإمام ابن الجزري يقول في طيبته ماذا؟ فكل ما وافق وجه نحوي
وكان للرسم احتمالا يحوي، وكان للرسم احتمالا يحوي، يعني ماذا؟ يحتمله الرسم. هذه الكلمة تثبتوا فتبينوا، فتثبتوا فتبينوا، تحتملها الرسم. لماذا؟ لأنك لو حذفت النقط من هنا وضعت النقط هنا صارت فتثبتوا، حذفت النقط من هنا وضعت النقط هنا صارت فتبينوا. فدل ذلك على ماذا؟ على أن النص كان مرسوما يحتمل. فعثمان لم يلغي القراءات، عثمان لم يلغي القراءات. وأن كلمات إلى الآن مسيطر ومسيطر ترسم في بعض المصاحف بالصاد وفي بعضها بالسين، بل يضعون حرف الصاد فوق وحرف السين وهكذا. يقول: الهدف المزدوج لنشر عثمان رضي الله تعالى عنه المصاحف، أولا إطفاء شرعية على هذه القراءات المختلفة، وهذه من نعم الله تعالى علينا. لماذا؟ لأن عثمان جعل هذا في جمع من الصحابة، وإقرار الصحابة حجة، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، فما بالك إن كانت الأمة هي الصحابة رضي الله تعالى عنه. الأمة إذا اجتمع علماؤها على شيء لا يجتمعون على ضلالة، فما بالك إن كان هؤلاء العلماء هم من؟ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فإجمعهم على هذا دليل على أن هذه القراءات أو هذه الكلمات كانت مقروءة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما نشر عثمان المصاحف أطفى عليها شرعية، هذا هو الأمر الثاني. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يستبعد ما لم يتطابق مع هذا. مثال الآية في سورة الجمعة: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فاسعوا في قراءة ماذا؟ فامضوا. فهمتوا يا شباب؟ هناك قراءة فامضوا، لكن هذه ليست قراءة متواترة. لماذا؟ قد تكون هذه قراءة موجودة لكنها نسخت. لماذا؟ استبعدت، لأن النص لا يحتملها، الرسم لا يحتملها. فهمتوا يا شباب؟ بخلاف زيادة كلمة هو أو واو في بعض الأحرف، لأن هذه تحتملها الزيادة. فهمتوا يا شباب؟ قد نضع صفر مستدير على الحرف ونقول ألغوه، قد نحذف الحرف حرف، هذا خلاف المغتفر، بخلاف كلمة كبيرة لا تحتملها. فهمتوا يا شباب؟ فالآن هو يقول: إذن عثمان لما نشر الصحف جمع موافقة الصحابة، هذا أولا، فصارت لهذه الوثائق الحجية. الأمر الثاني ماذا يا شباب؟ أنه استبعد كل القراءات التي لا تتفق مع احتمال هذا الرسم، وهذه نقطة مهمة. قد يقول قائل، ولذلك الشيخ رحمه الله إذا تتبعت عناصر الشيخ في تأليفه تجد تناسقا بديعا، وتجد أن كل فقرة تجرك للفقرة التي بعدها، وهذا من حسن التأليف والتصنيف، لا يحسنه الكثير إلا من وفقه الله تعالى. وكان الشيخ رحمه الله من هؤلاء الموفقين، إذ كان يقرأ في اليوم ما لا يقل عن 6 أجزاء من حفظه من القرآن الكريم. تخيلوا، هذا كان يختم كل 5 أيام ختمة من القرآن، حتى أنت إذا قرأت كلامه تجد ألفاظ القرآن في كتاباته سهلة ميسورة، ويصوغ العبارات وهو يصوغ كلمات من القرآن الكريم. لماذا؟ من كثرة تداولها على لسانه. فإن القرآن الكريم يبث النور في روح هذا الشخص الذي يردده ويتعامل معه كثيرا. يقول الشيخ رحمه الله: مصحف عثمان لا يحمل أي قراءة للآحاد، وإنما اقتصر على القراءات الصحيحة. نعم. يقول: لا يفهم مما سبق أن مصحف عثمان يأخذ كل القراءات أو يتطابق مع كل القراءات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها باسم 7 أحرف، لأنها كانت قد اشتملت بالفعل على القراءات التي اتفق عليها أن النص الأصلي كان يتضمنها، وقد استبعدت أيضا الروايات التي جاءت عن طريق الأحاد. فهمتوا شباب؟ لأن هناك شرط: شهرة، الذيوع، الانتشار، وقيل التواتر،
على خلاف بين العلماء، هل الشهرة تقتضي فقط ذلك؟ فكل ما وافق وجه نحوي، وكان للرسم احتمالا يحوي، وصح إسنادا، صح الإسناد أي قراءة صحيحة، أم هي مشهورة فقط يعني هذه الشهرة، أم هي كمان حد التواتر؟ نعم، على خلاف بين العلماء. وقد رأى بعضهم أن هذا الخلاف لفظي، فصحة السند تقتضي شهرتها، أو أن الشهرة تقتضي صحة السند، وهما في النهاية من قال الشهرة يقول ولا بد من صحة السند، ومن قال صحة السند لا تكفي. لماذا؟ لأنه قد تكون ألغيت مما ألغيت في الشواذ، أو في العفوا في قراءات الأحاد. نعم، هل هناك ما مدى صحة، يقول ما مدى صحة القراءات غير العثمانية؟ يقول لا بد أن نضيف أن هذا الاستبعاد عن النص المدون لم يكن الغرض منه ولا من نتائجه إلغاء القراءات الشفوية. هذه نقطة مهمة. عثمان رضي الله عنه بتوزيع هذه المصاحف جعل الجميع في الصلاة يلتزم بهذه القراءات، لكن هل عثمان رضي الله تعالى عنه حرق كل ما عداها؟ هذه مسألة خلافية، أيضا مسألة خلافية، والجمهور على حرق ما عداها وإلغاء ما عداها، لكن الشيخ يقول هو ألغى ما عداها في القراءة الرسمية في الصلاة في غيره، لكن لم يلغي هذه القراءات في القراءات الفردية الشخصية يعني. ولذلك يقول رأى الإمام مالك رحمه الله أنه يجوز أن تقرأ فاسعوا إلى ذكر الله، أن تقول ماذا؟ فامضوا. لماذا؟ يقول لأن عمر كان يقرأها، أو كانت في مصحف عمر، أو كانت في الروايات التي كتبها عمر، أو قالها عمر. كل ذلك لماذا يا شباب؟ لا يقرأها في الصلاة، إنما يقرأها من باب التفسير، أن السعي هو المضي. نعم، وهو يقول هذا يفهم منه أن عثمان رضي الله تعالى عنه لم يحجر على هؤلاء القراءة، لكن ليس في المحافل ولا في الجموع ولا في الصلاة، إنما حياتهم الخاصة لا بأس أن يقرأ بهذه القراءات التفسيرية أو هذه القراءات الأحادية التي يستوثق صاحبها منها، لكن مع نفسه، لكن لا يكتب لهذا الذيوع ولا الانتشار. نعم، ثم يقول تفنيد حجة الدكتور جيفري. هو له كتاب يسمى كتاب المصاحف، جيفري هذا المستشرق الشيخ رحمه الله يقول سنقف مع كلماته، لكن نأخذ بعض الراحة شباب إن شاء الله ونتم الكتاب إن شاء الله. يعني نحن يا شباب كنا خلاص تسجيلات مغلقة.